إسرائيل تعلم جيدا أنها في نهاية المطاف هي المسؤولة عما يجري بين البحر والنهر ما دامت لا توجد هناك دولة فلسطينية تأخذ السيادة الكاملة على كل ما يجري في الضفة والقطاع، ولا تستطيع أن تتخلى عن هذا الأمر ولا بأي شكل، فهي مسؤولة عن تزويد الكهرباء وعن تزويد الغذاء وعن تزويد الماء وإلى ما لا نهاية من المواقف، ولكنها تجد نفسها اليوم في مرحلة مميزة لم تكن منذ عام 1948 حتى اليوم. توجد قيادة أمريكية تبنت الطرح اليميني الإسرائيلي بشكل كامل، وحتى كان هناك من ظن أن هذه نوع من التكتيك أو أمور، ولكن تبدو وكأن الأمور تسري في هذا الاتجاه بشكل لا يخضع للجدل. هنالك من يؤثر على الإدارة الأمريكية في أبعاد كثيرة، وهي تصب في مجرى نهر اليمين الإسرائيلي، وهذا الأمر يشكل خطر فعلي على الكثير من الأمور.